انطلاق القافلة اللي بيديرها وينظمها صندوق تحيا مصر إلى قطاع غزة، واللي هي بتتكون من 199 تريلا وبتحمل أكتر من 2500 طن من المساعدات لأهالينا في غزة. والحقيقة طبعا يعني الظرف الإنساني الرهيب اللي فيه أهالينا في غزة النهاردة الحقيقة يعني كان محفز لكل شعب مصر ولكل المؤسسات المصرية علشان يعني تنطلق بأقصى قدراتها لمساعدة أهالينا وأشقائنا في قطاع غزة. أنا عايز أقول النهاردة، وده يمكن نقطة مهمة بنسجلها، إن أكتر من تلتين المساعدات اللي وصلت حتى الآن لقطاع غزة طلعت من مصر أو مصدرها مصر، وكل شعوب العالم المجتمعة تقريبا التلت الآخر. إحنا دي مش أي شيء، ولا إن إحنا بنفاخر بهذا الموضوع، ولكن ده رد فعل تلقائي من الدولة المصرية بكل مؤسساتها ومن شعب مصر نفسه. النهاردة هذه القافلة الحقيقة يعني صندوق تحيا مصر هو اللي مشكورا يعني قام بتنظيمها بالكامل وإدارتها والمساهمة فيها، ولكن أيضا مع الصندوق كان فيه العديد من الجهات، سواء جهات من الدولة أو من القطاع المدني أو حتى من المواطنين العاديين. يعني إحنا شفنا النهاردة الحقيقة كل أنواع المساعدات، بدءا من يعني إزازة المية للدواء للمواد الغذائية للمستلزمات الطبية، حتى يعني أنا عايز أقول سيارات الإسعاف، الحاجات المعدات العمليات الجراحية، كل شيء موجود في هذه القافلة اللي إن شاء الله هتوصل فورا لقطاع غزة وحتنطلق فورا بمجرد انتهاء هذه الفعالية. أنا عايز بس أكد إن مصر ودورها الكبير والمحوري بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع هذه الأزمة العالمية الغير مسبوقة واضح تماما، والعالم كله بيقدر هذا الدور الكبير جدا اللي مصر بتلعبه النهاردة في هذا الشأن. وإن شاء الله بإذن الله إحنا لن نتأخر أبدا، وحتستمر هذه المساعدات على مدار اليوم والساعة لأهالينا الحقيقة في قطاع غزة. ده بالإضافة إلى إن إحنا النهاردة الحمد لله برضو بنستقبل بصورة منتظمة الجرحى واللي بيحتاجوا لأي تدخلات طبية النهاردة بقدر الإمكان طبقا للظروف وما تسمح به بأن هم يدخلوا، وبنحاول بقدر الإمكان إن إحنا أيضا ندخل كل المستلزمات الطبية اللي هم عايزينها. الموضوع الحقيقة طبعا على قدر عظم المشكلة والتحدي على قدر أيضا وقوف مصر فيه، والدولة المصرية قيادة وحكومة وشعب الحقيقة كلها بتقف مع أهالينا في قطاع غزة. وأعتقد مرة أخرى يعني التحدي الكبير اللي موجود النهاردة، وأنا معلش هقول الكلمة، المعايير المزدوجة اللي بتنظر بيها المشاكل والتحديات الإنسانية في التعامل في الأزمات بيؤكد إن إحنا لازم نبقى كلنا فاهمين أبعاد القضية العالمية وإزاي العالم كله بينظر النهاردة لهذه المشكلة والرؤى للتعامل معها. في رسائل مهمة جدا كلنا لازم كشعب مصري نتعلمها من هذه القضية الكبيرة جدا، وإن الدولة المصرية طول ما هي قوية وقادرة على إن شاء الله تستمر في عملية النمو والتنمية، النهاردة هنكون إحنا قادرين ليس فقط على المستوى المحلي أو القومي، ولكن على المستوى الإقليمي والدولي إزاي إن إحنا إن شاء الله كدولة نكون قادرين على فرض ما يمليه عليه ضميرنا بإذن الله في خلال الفترة القادمة. أنا عايز بس في النهاية إن أنا أوجه كل الشكر لكل من قام بالمساعدة في تنظيم هذه القافلة الكبيرة جدا، طبعا بدءا من صندوق تحيا مصر وأمين عام الصندوق سيادة اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، كل السادة الوزراء زملائي اللي موجودين، وكل المؤسسات الحقيقة اللي شاركت معانا، الهلال الأحمر، بيت الزكاة، وكل الجمعيات الأهلية، وأيضا المواطنين المصريين اللي ساهموا وتبرعوا سواء عينا أو نقدا علشان هذه القافلة الكبيرة إنها تتحرك، وإن شاء الله هتتبعها بالتأكيد يعني قوافل أخرى بإذن الله في الفترة القادمة إن شاء الله. ولكن كل ما ندعوه فعلا إن تنتهي هذه الأزمة الإنسانية في أسرع وقت ممكن. أنا بشكر حضراتكم جميعا.